بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد من دروس برمجة متجر التطبيقات. إن شاء الله اليوم راح ناخذ الباجينيشن أو الصفحات المتعددة. شنو هو الباجينيشن؟ مثل ما تعرفون احنا الفايلات اللي بالموقع مالتنا ممكن تتجاوز أرقام كبيرة، يعني ممكن ان توصل 1000 تطبيق مثلا. لو اليوزر دخل للموقع وراد يعرض المحتويات، فما معقولة انه انا اعرض له 1000 ايتم بنفس الصفحة. هذا الشيء يعني مو صحيح، وراح يسبب ثقل بالصفحة، واحتمال الصفحة اصلا ما راح تطلع اليوزر، وبالتالي احنا خسرنا واحد من اليوزرية. فالاصح انه اني اقسم المحتويات اللي عندي على شكل صفحات، مثلا كل صفحة بيها 20 ايتم، 30 ايتم، 10، 5، ما يأثر. المهم انه اني اخفف اللود الموجود بالموقع. بدل ما اعرض الملفات كلها بنفس الصفحة، راح انا اقسمها الى عدة اقسام. هذا الشيء بالبي اتش بي هو سهل نوعا ما، وما يحتاج لفد تدريب قوي، بس انا راح ارفق فد ملف اسمه pagination.php. كل اللي عليك انه تدرجه انكلود ضمن الهيدر، ضمن الصفحة مالتك، وتستدعيه فقط. الاستدعاء مالته ما راح ياخذ اكثر من دقيقة واحدة، والتعامل وياه كل السهل، يعني هو نفس شغلك ال PHP حيبقى، بس مجرد راح تغير سطر سطرين بالشغل مالتك. الملف اسمه هذا pagination.php. الملف هذا صراحة يعني مو أنا مسوي، أنا مجرد عدلت عليه حتى يتوافق، لأن هو الملف قديم كلش. أنا عدلت عليه بس حتى يتوافق ويا MySQLi، وخليت الستايل مالته هو للبوتستراب، يعني ضفت الكلاسات اللي تخص البوتستراب حتى يشتغل مباشرة عندنا بالموقع، والألوان مالته والشكل مالته يكون مرتب. شلون أنا استخدم الباجينيشن؟ انا خليت ملف الباجينيشن ضمن فولدر الانكلودز، لان قلنا احنا اي شيء يستدعى بكل الموقع اخليه بالانكلودز. فناخذ بالانكلودز، نفتح فايل الهيدر اللي قلنا نستدعي بيه كل الملفات بالبدايه. فهنا مستدعين الداتابيز، مستدعين الفانكشنز، هسه نستدعي الملف اللي اسمه باجينيشن اللي موجود بالانكلودز pagination.php. هسه الملف صار عندنا، شلون نبدي نستخدمه؟ نروح على الصفحة اللي مسؤولة عن تعرض لنا أكثر من تطبيق بنفس الصفحة اللي هو الكاتيجوري. نلاحظ هنا الكاتيجوري، احنا هنا مسوين استعلامين. ايش قلنا؟ قلنا اما يختار قسم معين تعرض له الملفات، واما يعرض لي كل الملفات. فالاستعلام هو نفسه SQLF، يعني استعلام واحد. التغيير وين راح يصير؟ التغيير راح يصير بهاي السطرين بس، يعني هنا أنا. يعني هذا السطر انه تنفيذ الايعاز ويتاكد انه اكو استعلام لو لا، بس هذا السطرين راح يتغيرن، وباقي الشغل كله يبقى نفسه. شنو التغيير اللي راح يصير؟ ورا ما نفذنا الايعازات، ورا ما سوينا الايعازات، هسه نبدي ننفذ الماي اس كيو ال كويري. نستغني عنها، مثلا نسوي نفذ اوبجكت اسمه بيجر. هذا البيجر راح يخلق لنا فد انستنس جديد من الكلاس. طبعا هاي شغل بي اتش بي كلاسز، ما يحتاج انه انت تطب بيها وتعرف كل شيء، مجرد انه احفظ لك هسه هذا الشغل الموجود هنا، وراح تمشي باقي امورك. فسوينا كلاس جديد، النيو كلاس اسمه بي اس باجينيشن، اللي اخذها من الباجينيشن دوت بي اتش بي. اول شيء انا اعبر له الكونكشن اللي هو الاوبجكت اللي اسمه كونكت، وبعدين انا اعبر له هنا الاس كيو ال سترينج. فهنا خلينا الكونكشن، وهنا خلينا السترينج مالتنا الاس كيو ال. باقي البارامترز اللي نحتاجها، كم ايتم بالصفحه الوحده، ممكن تخلي اي عدد انت تريده، بما انه احنا ملفات الموقع اللي عندنا قليله، لانه موقع هو للتعلم فقط، فراح اخلي مثلا 5 ايتمات بالصفحه الوحده. كم لينك بالبيج؟ هنا شنو هو؟ هنا الباجينيشن مالتنا هو عبارة عن ترقيم، يعني 0 1 2 3 4 5 وهكذا. فمثلا لو عندي 10 صفحات، فكم صفحة اعرض يلا حتى يطلع لي مثلا النكست، يعني مثلا 1 2 3 وراها نكست، او مثلا اذا اخلي مثلا 4 حصير 1 2 3 4 تطلع النكست. فهنا اقول كم لينك موجود، فهنا تبكيفك، حتى تخليها واحد ما يأثر،
بس أنا راح أخليها 4 حتى تكون يعرض لي أكبر عدد ممكن من الصفحات داخل الموقع. البارامتر الأخير هو append اللي يسموه البارامتر الإضافية. يعني هسه مثلا أنا بهيجي حالة أنا أريد أعبر عدد الصفحات، عدد الصفحات راح يعبر أوتوماتيك، يعني page 1 page 2 page 3 حيعبر أوتوماتيك. بس لنفرض أنا هسه طبيت قسم معين مثلا كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 وأريد أقلب بالصفحات، فأنا أريد أعبر رقم الصفحة ورقم القسم. فبهيجي حالة أنا أحتاج أني أسوي بالأبند أضيف البارامتر الخاص بالأقسام. هسه خل أراويكم شلون، خلي أعوفها فارغة هسه حاليا وبعدين أرجع لها وراكم شنو اللي داخله بيها. هسه ورا ما سوينا الأوبجكت اللي اسمه بيجر نبدي نتأكد من عنده، نقول له إذا بيجر هاي علامة انه هاي نستخدم بالأوبجكتس ويا الكلاسات Paginate، ما معناه انه اذا نفذ هنا فتح قوس، احنا اصلا فاتحين قوس قبلها فراح يغلق القوس. يعني شوفوا هسه هذا الكويري هذا هو هاي بدالة فاحذفها، خلي نضللها. والاف Pager Paginate هي نفسها هاي، هي نفس هذا اللي عاد، فكأنما هسه هذا القوس تابع لها صار. فهنا سويت اوبجكت نفذ اللي عاد الاسكيول، وهنا اتاكدت منه انه نفذ لو ما نفذ، واذا نفذ باقي الشغل يبقى نفسه. اذا نفذ شي يسوي مثلا كيو يساوي نفسها هم بيجر باجينيت. تلاحظون نفس الشغل ما تغير، يعني مجرد انه هو الماي سكيول اختفت، هاي ماي سكيول كوير اختفت وصار بدلها هاي السطرين. فهسه نفس اللي عايز تنفذ. لو نجي على الموقع مالتنا نشوفه، اذا نروح على all application نلاحظ انه عرض لي 5 ايتمات بس. احنا الموقع مالتنا ايش قد بي؟ ب 12 ايتم تقريبا، خلينا نسوي مثلا 4 ايتمات. هسوي الباجينيشن ما تشتغل، بس راح تسالوني انه اوكي شلون راح اروح الصفحه اللي وراها؟ خوان ما اقعد اكتب بيج 2 بيج 3، فشلون اروح للصفحه اللي وراها؟ الكلاس هو بيه مختصر السالفه هاي، مختصر انه اني خلي اضيف لي رو جديد مثلا ديف كلاس رو، وهذا الرو كول ام دي مثلا خلينا نقول 12. الكلاس هذا اضيف بالبي اتش بي، بس اكتب ايكو بيجر نفس الاوبجكت اللي سويناه الخاص بالباجينيشن، واكتب عليه رندر فول ناف. رندر فول ناف شنو معناها؟ راح يعرض لي كل العناصر الصفحات الموجوده. يعني اسوي ريفرش نلاحظ صارت عندي هنا اللي جوه، هذا هو الباجينيشن، كل صفحة بها 2. ولو تلاحظون الروابط الأسفل الصفحة بيج يساوي 2 بيج يساوي 3، تلاحظون اكو شيء اسمه اند بالأخير، هذا الاند معناها إذا اكو عنصر ثاني أقدر أعبره وياها. فنجي على الصفحات مثلا هاي الصفحة الثانية، هاي الصفحة الثالثة، تلاحظون أنا عندي 3 صفحات وكل صفحة هي بها 4 عناصر. زين لنفرض انا رحت على قسم السوشيال، قسم السوشيال مكتوب بي صفحتين اوكي، وبي يعني معناها انا عندي خلينا نقول 8 ايتمات. لو دزت بيج 2 ايش راح يصير عندنا؟ بيج 2 رجع لي على كل الايتمات، يعني مو بس السوشيال عرض لي، عرض لي كل الايتمات. شوفوا حتى تلاحظون مضافه صفحه ثالثه، ليش؟ لانه هنا هو مدى يعرف انه بوين يبحث، يبحث انه بكل الاقسام بس، ما عنده الباراميتر الخاص بالاسم، يعني الكات اي دي ما عنده. فبهيج حاله انا لازم اعبر الكات اي دي ويا الاوبجكت. فالكات اي دي حنقول يساوي كات اي دي يساوي راح يعبر الاوبجكت اللي اسمه كات اي دي اللي هو هذا الاوبجكت، هذا الفاريبل عفوا. في حال اكو كات اي دي معناها راح ينفذ الرعاز الخاص بالاقسام، واذا ماكو كات اي دي
فبهيج حالة راح ينفذ الإعاز الخاص بكل الملفات. فهنا بالإعاز اللي عندنا هنا قلنا قال لي السيت كات اي دي، راح نضيف له شغلة جديدة انه لازم يكون مو فارغ not empty، لانه اذا نعوف على الحالة الموجودة راح ينفذ الإعاز مال كات اي دي بكل الاحوال. ليش؟ لانه هناك كات اي دي موجوده باعتبار الاسيت تتاكد من وجود الكات اي دي بغض النظر انه فارغ او مو فارغ، فراح يظل ينفذ هذا الاعاز على طول الفتره، وراح يظل يعتبر هذا صفر واحتمال يطلع لنا ايرور بداخل الموقع. بس لو تاكدت منه انه موجود ومو فارغ اوكي ينفذ لي هذا الاعاز. فهنا اذا كان فارغ راح ينفذ الاعاز الثاني، واذا كان بي رقم راح ينفذ الاعاز الاول. نجي نشوف سوي كل الاقسام، يعرض لي اوكي بيها ثلاث صفحات. لو اروح على السوشيال عرض لي الكات اي دي واحد، من ادوس هنا كات اي دي ثلاثة طلع لي. ليش المفروض ما يطلع لي كات اي دي ثلاثة؟ الخلل وين صار؟ طبعا اكثر الاخطاء اللي صار عندنا بسبب تشابه الاسامي كله من وراء الملف الموجود هنا الكاتيجوري، لانه الكات اي دي مستخدم مسبقا. فسويتها mcat id. فلو حظ هنا اذا اروح على السوشيال، طبعا سويت يعرض لي هنا تطبيق واحد حتى اجرب الصفحات، فتلاحظ هنا انه بيج 2 بيج 3 كلها ضمن قسم واحد اللي هو كات اي دي واحد. فلو رحت على كات اي دي 2 حيعرض لي كات اي دي 2 وهكذا. فالكات اي دي اللي عبرناه بالابند هو فايدته انه يعبر رقم القسم او اي رقم اي باراميتر انا ممكن احتاجه اعبره بين الصفحات. فنرجع كل شيء مثل ما كان، اربع صفحات تلاحظون هنا سيرجع كل شيء مثل ما كان، وهذا السوشيال صار صفحتين كل صفحه بها اربع ايتمات وهكذا. هذا الباجينيشن فشي بسيط يحتاج شوية تركيز إذا عندك أكثر من ايتم تريد تعبره ويا الموقع ويا الرابط. بس احنا حاليا السكريبت مالتنا سهل فعبرنا بس رقم القسم. ممكن تعبر ويا طريقة السورت، ممكن تعبر ويا اللغة، فبهيجي حالة انه يحتاجك شوية تركيز حتى تعرف شنو تضيفه. اي سؤال اي استفسار تقدرون تطرحوه بالتعليقات او على صفحتنا بالفيسبوك. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. تحياتي لكم، مع السلامة.